فيما يخص شعبة الرياضيات كانت نقاط مقبولة، يعني تقريبا نقولوا تقريبا من الحسن. بالنسبة أنا كنت مقومة، يعني كامل الشعب شفتهم. نعم، فيما يخص علوم طبيعية كانت النقاط متفاوتة بين متوسط حسن جيد، يعني ما بالمقارنة بالعام الماضي النتائج على الماضي كانت أحسن. في مادة الرياضيات نعم، بالنسبة لشعبة علوم أحسن على ما 2020 أكيد كاين بعض التلاميذ اللي جابوا 2020. بالنسبة لبقية الشعب عادية جدا، فيها تفاوت بالنسبة للأدبي على بالكم ما يهتموش بالمادة بعين اعتبار، ياخذوش بعين الاعتبار، لكن علامات كانت تتراوح بين 1 و19. مادة التاريخ والجغرافيا والشعبة اللي صحناها هي تسير واقتصاد، والنتائج كانت تتراوح بين الحسن ودون المستوى شوية. كاين بعض التلاميذ لم يجيدوا في الإجابة تسير واقتصاد، لا أنا صح تسير واقتصاد، لا 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 النتائج ما كانتش مليحة بزاف. الرياضيات، علمي، لغات، هذه إن شاء الله فيها الخير. التاريخ والجغرافيا شعبة العلوم النتائج كانت مليحة، كانت جد مليحة باسكو لازلاب خدموا بيان، كان كوليك مدفان يعني كوبي بارفيت. مستوى حسن، ما نقولوش جيد ولكن مستوى حسن مقبول. شعبة أداب وفلسفة مقبول جيد جدا. مقارنة بالعام الماضي تقريبا نفس المستوى، ممكن تكون العلمية لحد بعيد لأنه العلمية أحسن في توزيع التنقيط وفي أحسن في الإجابة للمواضيع أحسن من الأدبيين، رغم أنه الأدبيين مادة أساسية إلا أنه العلميين هم اللي كانوا جادين على الموضوع أحسن. مادة اللغة العربية الشعبة المتفوقة هي شعبة علوم تجريبية بحكم طبيعة المادة وبحكم الموضوع الذي كان مقترح في شهادة البكالوريا. لا على علامة على في حدود علمية هي 17 في مادة الأدب وفلسفة. في مادة اللغة العربية شعبة أدب وفلسفة، ما بالنسبة للشعب العلمية والتقنية والتسيير كانت على علامة 19 ونصف ساعة، حتى هناك من تحصل على علامة 20. نعم الشعب لحد الساعة هي الشعب العلمية تفوق في مادة الأدب العربي. خلاص حنايا مادة التاريخ والجغرافيا الحمد لله أنهينا التصحيح الأول والتصحيح الثاني، واليوم قدرنا الله أيضا أنه استطعنا أن نصحح أيضا في التصحيح الثالث. بالنسبة لي صححت شعبة الرياضيات، كانت الحمد لله يعني نقاط لا بأس بها ما شاء الله. نعم كانت هناك 19 ونصف بالنسبة إلي أنايا، 19 حتى 19 ونصف تلاميذ ما شاء الله نجباء يعني من شعبة الرياضيات. تلاميذ هذا الشعبة بالذات يعني هم تلاميذ يهتمون بكل المواد، لأنهم يقدرون بأن الحصول على البكالوريا هو جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، فهذا يهتمون بكل المواد.